اهلا بكم مره تانية في لحظات جديده. طيب ليه ما نقولش ان في ولاد نجوم موهوبين فعلا زي دنيا وايمي سمير غانم، زي حازم امام، زي ايمن بهجت قمر؟ ليه بننسى المثل الشهير ان ابن الوز عواب، وممكن قوي يكون ابن النجم موهوب اكتر من الاب نفسه؟ طبعا بتبقى في فرصه، بس في ناس نجحوا وناس فشلوا. جواز مرور بس مش ضمان ان ناس يعني. في ناس دخلوا اولاد فنانين فن، في ناس نجحوا وفي ناس فشلوا. طبيعي يعني. اللي فشل قعد واللي نجح كمل. هل ابن الوز عوام؟ هل الموهبه ممكن تورث؟ احيانا، اصل دي جينات يعني، انه وجدت خلاص يعني. كتير بنلاقي ابن الوز عوام، وساعات لا خالص، ومش ممكن ده يكون ابن الفنان ده. فهي مش لازم يعني، حسب طفره يعني. ممكن ينجح عشان هو ابن فلان ولا صعب؟ لا، مش هيستمر. ممكن ينجح لوقت قصير، بس الاستمراريه هي الموهبه الحقيقيه. ولاد الفنانين وزوجاتهم بيبقى عندهم فرصه اكتر يدخلوا الوسط او ياخدوا اعمال اكتر؟ لا مش شرط يعني، هي بتبقى فرصه، بس يعني فرصه انه يتقدم، ودي ممكن تيجي لاي حد. جات لنا كلنا ان احنا نتقدم، ولكن مين هيثبت نفسه ومين مش هيثبت نفسه، دي بتاعت قبول بقى يعني، بتاعت ربنا برضو يعني، مش ملهاش علاقة ابن مين دي خالص. لازم يبقى فعلا موهوب. أنا بشوف العكس، أنا بشوف إن فعلا ابن الوز عوام، لأنه هما بينشأوا من طفولتهم في جوه المجال وجوه الاستوديوهات والبلاتوهات، فبيشربوا بشكل ما، بيشربوا المهنة. يعني انت مع ان ابن القاضي يبقى قاضي، ابن الطبيب يبقى طبيب، ابن الفنان؟ انت بتتكلمي عن التمثيل، انت بتتكلمي على الموهبة. عادة بيبقى ابن الوز عوام في مجال التمثيل. كل الاسماء اللي موجودة على الساحة اللي هم ابناء فنانين ناجحين، انا شايف انهم ناجحين وموهوبين. ناجحين عشان ابائهم ولا لا؟ عشان ناجحين لان هم موهوبين فعلا يعني. كل الاسماء اللي خطرت في بالي دلوقتي كلهم موهوبين فعلا. انما ابن القاضي يبقى قاضي، وابن اللي مش عارف ايه، لا لا، اكيد انا مش اكيد ابن الوز مش عوام. هو مش طالع قاضي جيناته وطالعه فيها القانون يعني. نشأتي في بيت فني او يعني في قامة كبيرة زي الفنان عثمان محمد علي، والام ايضا كانت خريجة فنون مسرحية، دخلتي بالواسطة؟ لا انا ما دخلتش بالواسطة، بس انا يعني انا امي قابلت استاذ حسين عثمان الله يرحمه او ربنا يديله الصحة اذا كان عايش. هو مخرج في الاذاعة، فبيقولها انت ليه ما بتمثليش؟ قالت له لا انا مش خلاص مش بفكر في موضوع التمثيل. هي ماما مثلت مع نور الدمرداش لقطة كده صغيرة، كان في الضحية أو الرحيل، المسلسلات كان بيعملها زمان. بعد كده ما اشتغلتش، فقالت له أنا ما خلاص مش بفكر في موضوع التمثيل دلوقتي، بس أنا عندي بنتي نفسها تمثل. فكان هو قابلها بالصدفة يعني، كانوا في الشارع كده وتقابلوا بالصدفة وبتاع، فقالت له، فقال لها طيب ماشي هاتيها. ورحت الإذاعة واشتغلت معاه، وأنا كنت شابة يعني بتاعت 18 سنة أو 17 سنة حاجة كده، كنت في ثانوي. وعملني أيدوني كطفلة عشان خاطر ما كانش فيه ساعتها، ما كنتش لسه تقيدت في النقابة، ما تقيدتش حاجة، واشتغلت في الإذاعة. وأنا في الإذاعة بقى كنت عارفة أن نور الدمرداش بيشتغل مسلسل في استوديو 10 في التلفزيون، فنزلت له وعرفته بنفسي وقلت له أنا بنت عثمان محمد علي، وهو كان زميل ليهم برضو في معهد فنون المسرحية، فرحب بي. وبعدين قال لي طب انزلي كده الاستوديو. طبعا انا فرحانه قوي ان انا نازله الاستوديو يعني. فالمهم قال لي لفي كده لفي كده، ماشي. لا اوكي، انا قلت يعني بياخدني. بس كان نفسك تمثلي ولا بحكم يعني؟ كان كنت جدا على الفكره نفسها جدا، لان انا كان مثلا يجي الفيلم بتاع يوم الخميس ده، لو انا نمت ورحت في النوم ما صحونيش يوم الجمعه كنت بعمل جريمه في البيت عشان هم ما صحونيش يعني. السينما بالنسبه لي كانت حاجه كبيره قوي. استمريتي بعد كده برضو بالواسطه ولا خلاص بقى خدتي؟ مفيش واسطه. انا لما نور الدمرداش شافني، فشافني يعني مبدئيا كده انفع يعني، واداني دور بقى كبير في مسلسل زغاريد في غرفه الاحزان، ويعني من ساعتها بقى اشتغلت معاه. من وجهة نظر التي لا قيمة لها على الإطلاق على رأي كابتن مدحت شلبي، الواسطة ممكن تقدمك، والفلوس واللجان الإلكترونية ممكن تنجحك وتركبك الترند زي ما بيقولوا، لكن الحاجة الوحيدة اللي الواسطة مستحيل تشتريها هي حب الناس. نشوفكم الحلقة الجاية.